بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده هنحل مع بعض او هنشرح مع بعض الاول كده قاعده الصفات. بدايه اعرف ان صفه باللغه الانجليزيه يعني adjective، ده موضوع انت عارفه من زمان. عايزك تعرف ان الصفات في الانجليزي نوعين، في صفه قصيره، صفه قصيره، وفي صفه في صفات طويله. يعني كده من حيث النوع الصفات نوعين، في صفات قصيره وفي صفات طويله. طيب من حيث الصفات القصيره دي زي مثلا كلمه fast، وزي كلمه tall مثلا، وزي strong على سبيل المثال. الناس دي كده اسمها صفات قصيرة. في صفات طويلة زي كلمة اكس بن سيف اللي معناها غالي، زي مثلا كلمة اك ساي تنج اللي معناها مثير. تفهم كده ان الصفة اللي من 3 مقاطع او اكثر دي اسمها صفة طويلة. ده بداية كده في اول شيء. هديك الملاحظات او هديك القاعدة دي على شكل مجموعة من الملاحظات عايزك تركز فيها. لما نيجي نعمل اي درجة من حيث درجة الصفات، يبقى الصفات من حيث النوع نوعين، في صفات طويلة وصفات قصيرة. طب من حيث الدرجة، اي صفه ايا كانت لها 3 درجات، الصفه نفسها، الصفه نفسها، وبنعمل منها مقارنه، وبنعمل منها تفضيل. طيب نفترض الصفه دي صفات قصيره مثلا، زي مثلا كلمه سترونج، دي الصفه نفسها. المقارنه منها بنضيف لها اي ار، يعني تبقى زي سترونجر مثلا على سبيل المثال، ونجيب بعدها زان، كده بقت اقوى من. طب التفضيل انك تستخدم ذا والصفه اللي هي اسمها سترونج، ونضيف في الاخر اي اس تي، تول، تولر ذان ذا تولست، شورت، شورتر ذان ذا شورتست. الكلام ده انت عارفه، انا عارف، بس تذكير سريع كده باهم الموضوع يعني. طيب النوع الثاني من الصفات اللي هي الصفات الطويله. الصفه الطويله دي اللي زي ما اتفقنا مثلا كلمه اكسبنسيف، دي كده الصفه نفسها. طب عايز اعمل منها مقارنه، عايزين نجيب مقارنه من اكسبنسيف، بنقول مور ونجيب الصفه نفسها وبعدين نستخدم كلمه زان. طب التفضيل بنقول ذا موست وبعدين نجيب الصفه نفسها. بس عايز تركز انك انت بعدهم بتجيب الصفه نفسها، يعني مثلا كلمه اكس بن سيف، ما تقوليش مثلا اكسبنسيفر، لا ركز، مور اكسبنسيف، ذا موست اكسبنسيف. ده لو كانت الصفه دي صفات طويله. طيب يبقى انا كده اتكلمت على الصفات القصيره والصفات الطويله وازاي نعمل منهم مقارنه وازاي نعمل تفضيل. طيب اللي هيجي بعد كده بقى مجموعه ملاحظات. الملاحظه الاولانيه عايزك تعرف ان المقارنه بتكون بين اثنين، وان التفضيل، التفضيل بيكون بين 3 وانت ماشي. على سبيل المثال لما يقول مثلا اقول لك هو از نوت علي اور سامي، انا كده بسالك سؤال بقول لك مين اطول. يا ترى هتقول هنا تولر لوحدها كده، ولا هنقول تولر ذان، ولا هنقول ذا تولست؟ انا لو سالتك وانا بتكلم على كام فرد هتقول اثنين، اللي هم مين؟ اللي هو علي وسامي، يبقى دول اثنين. اذا اطلع بره تفضيل، لان اللي بين الاثنين بيكون هو مقارنه. طيب يا ترى هنقول تولر ذان، تولر ذان يعني اطول من. طب تولر لوحدها معناها اطول، ما انت عارف ان كلمه زان يعني من. طب انت بتقول مين بيكون اطول، يبقى هتقول هو از تولر. وكده الملحوظه رقم 2، بنستخدم كلمه زان فقط، فقط لو هنجيب اسم بعدها. طب كمان مثال الحته دي كده، لو انا جيت مثلا في جمله قلت لك كومبيرنج، يعني معنى مقارنه علي تو عمر، او علي ويز عمر، لو هنقارن بين علي وعمر، علي از نوت، هنا هنقول تولر ولا تولر زان؟ لا هنقول علي از تولر. طب ليه؟ لانك ما جبتليش بعديه الاسم. او ممكن اقول لك علي از تولر ذان عمر، وهكذا. طيب يبقى ده الملحوظه الثانيه. الملحوظه اللي بعد كده حضرتك عايزك تاخد بالك منها، ان كلمه مور، مور بتيجي دايما بعدها صفه طويله. ده رقم 1. رقم 2، ممنوع نستخدم مور وبعدها صفة قصيرة إطلاقا. ما ينفعش أبدا في أي حال من الأحوال أقول مور وصفة قصيرة إلا في حالة واحدة، يعني ما تلاقيش أبدا حاجة مكتوبة كده مور تول إطلاقا في الإنجليزي إلا في احتمال واحد، إنك أنت تقارن عند مقارنة صفتين لنفس الاسم، لنفس الاسم. بمعنى الواد علي ده طويل وذكي، فأقول لك علي إز تول، تولر زان سمارت مثلا، لا مش هينفع نعملها كده. امال الصح فين؟ قال لك لما تيجي تعمل مقارنه صفتين لنفس الشخص، هو مين اللي ذكي؟ علي. ومين اللي طويل؟ علي. قال لك بتروح انت كاتب كده علي از مور الصفه الاولانيه نفسها، زان الصفه الثانيه، فتقول لي مور تول ذان سمارت، بس كده. طيب يا مستر مش انت قلت لي فوق ممنوع نستخدم مور، انت قايل لي ممنوع نستخدم مور وبعدها صفه قصيره؟ قلت لك الا في حاله واحده اللي هي الحاله دي. طيب على سبيل المثال لو انا قلت لك مثلا علي از مور تول ذان سام مثلا، ينفع نعمل كده؟ لا ما ينفعش. طب ليه ما ينفعش؟ وانت قلبك جامد عشان انت بتقارن سام
وعلي، دول اسمين اتنين فاعلين اتنين مختلفين، فما ينفعش استخدم مور مع صفة قصيرة. طب لو انا قلت لك مثلا سما از مور اكسلنت، اكسلنت مثلا زان شورت، هنا انت بتقول ان سما دي، ان سما دي قصيرة وذكية، بس ذكائها يغلب قصرها، يبقى الموضوع كده مظبوط ما دام هو اسم واحد او فعل واحد. طيب يبقى احنا متفقين كده ممنوع نستخدم مور زائد صفة قصيرة الا في الحالة دي. الحتة التانية، احنا دايما طول حياتنا بنجيب ذا ونجيب بعدها تفضيل، واحنا حافظين دي كويس. فاقول لك مثلا ذا تولست، الاطول، ذا شورتست، ذا سمارتست، او ذا موست اكسايتنج مثلا، الاكثر اثارة. الطبيعي دايما ان انا بستخدم ذا زائد تفضيل، لا تستخدم ذا وبعدين مقارنة في الانجليزي على بعضه الا في حالتين اتنين. ايه الحالتين دول؟ هقول لك انا. رقم واحد انك تقول لي ذا وبعدين مقارنة of two. رقم اتنين انك تقول لي ذا وبعدين مقارنة، الناحية التانية الجملة التانية تكون فيها ذا وصيغة مقارنة. الكلام ده عايزين نفهمه بهدوء كده. انت ما ينفعش تستخدم ذا ابدا وبعدها مقارنة الا في الاحتمالين دول. الاحتمال الاولاني انك تقول لي of two من بين اثنين، وبما انهم اتنين فانا كده كده عايز مقارنة، فعشان كده قلنا ده مقارنة. على سبيل المثال الواد عايز اهو is the smarter، يعني علي الاكثر ذكاء، of two sons، من بين الابنين. انت بتقول ان علي اذكى واحد في الولدين، يعني علي واخوه تاني هنقارنهم مع بعض فهم اتنين. الفكره التانيه اللي هي ذا مقارنه، ذا مقارنه اللي احنا بنسميها كلما كلما. فاقول لك على سبيل المثال ذا سمارتر، كل ما تبقى اذكى ذا بيتر، كل ما يبقى افضل. خد بالك انا قلت لك ذا مقارنه، ذا مقارنه. اجي في جمله تانيه اقول لك ذا نوت يو ستادي، يعني كل ما انت تذاكر ايه the higher marks you get. وهنا الراجل في الاختيارات هيديك اتنين، هقول لك يا ترى the more ولا the less. هقول لك انا، هو انت بتجيب درجة عالية كل ما تذاكر اكتر ولا كل ما تذاكر اقل؟ لا كل ما تذاكر اكتر، عشان كده هناخد more ونسيب less مع انهم هما الاتنين مقارنة. طيب الحتة اللي بعد كده بيقول لك انك انت بتستخدم ذا وبعدين عدد ترتيبي وبعدين صيغة تفضيل مع الملاحظة إن هي ذا واحدة مش اتنين. مش فاهم، أقول لك أنا. أقول لك مثلا على سبيل المثال Egypt، Egypt مصر is the second biggest country in the world مثلا، يعني مصر تاني أكبر دولة في العالم. بما إنك بتقول دولة في العالم يعني بتتكلم على مصر مقارنة بالدول العالم كله، يعني تفضيل، فعشان كده خدنا biggest. طيب انت خد بالك بس، انتبه انك ما قلتش ذا سكند ذا بيجست، لا انت قلت ذا سكند بيجست. طيب واحد كمان مثلا اقول لك ان احمد تاني اطول ولد في الفصل، احمد ذا سكند تولست، يبقى ذا على الترتيبي وبعد صيغه التفضيل بس باخد ذا واحده. الملحوظه اللي بعد كده بيقول لك انك ممكن تستخدم ظرف درجه زي كلمه ابيت، زي كلمه لوت مثلا، زي كلمه ماتش، زي ستري، زي سلايتلي، زي سلايتلي، زي كمان ايفن، وزي كمان رادر. الناس دي كلهم كده بنجيب بعدهم صيغة مقارنة. طب ازاي صيغة مقارنة؟ انت مثلا بتقول ان احمد طوله 40 سنتي وعمر طوله 41 سنتي، فالطول اللي بينهم وبين بعضهم سنتي، فده مش كتير، فعشان كده هنقول ايه بقى؟ هنقول احمد از، الطبيعي انك هتقول تولر ذان عمر، يعني احمد اطول من عمر، بس الطول اللي بينهم مش كبير، فعشان كده هنقول ابيت تولر. طب انت عايز تقول بقى ان احمد اطول منه بكثير جدا، فهتقول ماتش. يعني المهم ان اي واحده من دول هنستخدمها هنجيب بعدها صفه مقارنه دايما، ما ينفعش بعدهم غير صفه مقارنه، سواء صيغه سواء هي صفه قصيره او طويله، فانا كده كده هعملها مقارنه. بمعنى ايه؟ انت قلت لي احمد از ابيت تولر، حلو. طيب ممكن تقولي بقى ذس موبايل، ذس موبايل از much more expensive than your mobile او than yours. خد بالك انت جبت اصلا more expensive than، اهي صفة المقارنة، وقبلهم much. احترس انك تقول much expensive than، ليه؟ لانه قلت لك ان ده ظرف درجة بيجي بعد صفة مقارنة، ولو انت قلت لي expensive than دي كده صيغة مقارنة مش كاملة. طب ناقصها عشان تبقى كاملة، ناقصها انك تقول لي more وبعدين الصفة وبعدين than. هنا كده بقى اكتب زي ما انت عايز، ابيت الوت، ايا كان هو مين انت عايزه. طب دي اول فكره.
الفكرة التانية بقى يا باشا اللي بعد كده عايزك تاخد بالك، ان كلمة لس وفيري دول بنستخدم بعدهم الصفة نفسها. على سبيل المثال علي از لس اكسايتنج ذان تامر، يعني علي ده هو اقل اثارة من تامر، او بطريقة تانية اقول لك عمر از لس شورت ذان مي، يعني ايه؟ علي بيكون اقل قصرا مني. خد بالك انت بعد لس جبت لي شورت، لكن لو انت عايز ماتش مثلا لا هتقول ماتش شور تر وتكمل الجمله. طيب الجمله او الفكره اللي بعد كده عايزك تعرف ان احنا بنجيب ذا وبعدها الصفه، في الحاله دي كده حضرتك دي اتحولت بقت اسم. على سبيل المثال كلمه ريتش يعني غني، طب لو قلنا ذا ريتش بقى معناها كده الاغنياء، ديسيبلد يعني معاق، تزا ديسيبلد المعاقين وهكذا. طيب افرض يا باشا ان انت عندك حاله من تساوي الصفات، يعني تساوي صفات صفتين متساويين، يعني احمد وعمر نفس الطول، الموبايل والكتاب نفس الثمن، فانت بتجيب از صفه، وممكن على فكره نستخدم ظرف وبعدين از، ده لو كانت الجمله اللي قدام حضرتك اثبات. طب لو الجمله اللي قدامك نفي فانت بتستخدم از صفه از، وممكن نستخدم كمان سو صفه از. طيب انتبه لفكره انك انت بتجيب از صفه از، ممكن تشيل از الاولانيه نحط مكانها سو، اوعى تقول لي از صفه سو، لا سو تبقى في الاول. طب على سبيل المثال لو انت قلت لي مثلا سما، سما از نوت از سمارت از علي، ده معناها ان سما مش ذكيه زي علي. على فكره بدل از دي ممكن نستخدم سو لان الجمله منفيه، طب لو هي مثبته ما ينفعش غير از. طيب دي فكره. فكرة تانية كمان عايزك تعرف انك انت لما تيجي تقول لي مثلا سهى از از طول از علي، معناها ان هما الاتنين نفس الطول. طب لو انت قلت لي بقى سهى isn't as tall as علي، ده معناها ان الاسم الثاني اكتر افضل اطول اقصر، يعني ايه هنا بطول يبقى الاسم الثاني هو الاطول، اصلك انت بتعرف تقول لي ان سهى مش طويله زي علي، يعني معنى كده ان علي اطول من الحاجه سهى، ده اصلا عدم تساوي في الصفات، تقول لي مش زي بعض. انتبه هنا بقى فكره ودي مهمه، ممكن اقول لك مثلا يو ستادي انجلش، يو ستادي انجلش نوت مي، يا ترى هنقول از جود از ولا از ويل از؟ هو ايه الفرق بين الاثنين؟ ان جود هنا صفه لكن ويل هنا ظرف، جود معناها جيد لكن ويل معناها بشكل جيد. الترجمه تقول لك ايه بقى؟ انت بتذاكر انجليزي بشكل جيد مثلي، يبقى انا عايز ظرف فخدنا ويل. طب انا ممكن في جمله تانية اقول لك يو ار نوت مي، انت بتكون جيد مثلي، يبقى از جود از مي. فانتبه انك ممكن تاخد از صفة از وممكن از ظرف از حسب اللي انت عايز تعبر عنه باللغة العربية. طيب خد بقى شوية الملاحظات دول كده سجلهم عندك، عايزك تعرف ان احنا ممكن نستخدم بي او هاف ذا سيم اسم از الاسم التاني. على سبيل المثال الواد عمر اللي احنا بهدلناه معانا ده 107 سنتي وسامي ده 107 سنتي، حلو. طيب ده معناها ان عمر is as tall as سامي، ان عمر في نفس طول سامي، تمام. خد بالك as صفة as ما قلناش as tall، ركز ده رقم واحد. ده معناها ان علي and عمر are the same، وهسكت هنا شوية. هو انت بتقول لي ان عمر بيكون في نفس طول سامي، يعني انت عايز تقول علي وعمر نفس الطول، الطول اللي اسمه ايه بقى؟ اللي اسمه height. يبقى عايزك تفهم انك انت لما تجيب ذا سيم بتجيب بعدهم اسم اللي هو كلمة الطول. طيب واحدة كمان، الولدين الاتنين نفس العمر، يبقى ذا سيم ذا سيم نقط، يا ترى هنستخدم ذا سيم اولد ولا ذا سيم ايج؟ استفتي نفسك، اولد معناها كبير السن، طب ايج معناها العمر، وانت عايز بعد ذا سيم اسم فتاخد ايج على طول. طيب هو انا لازم اجيب بعد ذا سيم اجيب از؟ لا مش لازم، انت ممكن تقول عمر اند علي ار ذا سيم ايج وتسكت، او عمر از ذا سيم ايج از علي، يعني انت لو هتجيب از هتذكر الاسم التاني بعدها، ما جبتش از خلاص ما فيش اسم تاني بعدها والموضوع انتهى. طيب
انتبه بقى كمان لشويه التركيبات دول كده. عايز تعرف ان اي صفه من صفات القياس، الفاظ القياس اللي انت عارفهم دول، ممكن نحط مكانها ان زائد الاسم منها. على سبيل المثال اقول لك مثلا this room، الغرفه دي is 3 meters wide، يعني الغرفه دي 9 3 متر في الاتساع. قال لك شيل وايد اللي معناها واسع ده، اهي حط مكانها ان واسم، ان والاسم كلمه وايد واسع، الاتساع اللي اسمه ويدث. على سبيل المثال الطريق ده اهو 300 كيلومترز لونج، شيل لونج دي وحط مكانها ان لينجث. يبقى انت ممكن تشيل اي صفه حط مكانها ان واسم. على سبيل المثال عندك فاست يعني سريع، دي صفه حط مكانها الاسم يبقى نحط مكانها سبيد. طب كلمه هاي اللي معناها عالي هنحط مكانها هايت. عندك كلمة مثلا على سبيل المثال لونج نحط مكانها الاسم اللي هو لينجث. فانتبه كده تاني، لو قلت لي العربية دي بتمشي 300 كيلو متر في الساعة، دي كده بتكلم عن السرعة. حلو، فهتيجي تقول بقى this car is 300 meters fast، أو in speed high، أو in height long، أو in length. الملحوظة اللي بعد كده برضو، طبعا شوية ملحوظات، كل اللي ملحوظة من دنيا، بس هي ملحوظات مهمة جدا. اعرف كمان يا باشا الملحوظة دي، اعرف ان كلمة older دي بنجيب بعدها than. طيب كلمة elder دي ممنوع نستخدم بعدها than، ممنوع نستخدم than، ده رقم واحد. ان older دي بنستخدمها داخل الأسرة وخارج الأسرة عادي. طب elder دي بين داخل الأسرة بس، يعني داخل الأسرة انا بقارن احمد وعمر اللي هم اخوات، فاقول لك ايه بقى، عمر is older than his brother احمد. على سبيل المثال كده انت بتقول لي مين، ان عمر اطول من اخوه احمد، يعني عمر واحمد دول اخوات يعني داخل الاسره، فانت خدت لي مين older، ومع older خدنا زين. طيب واحده تانية بقى، عمر is احمد's elder brother، يعني ان عمر اخو احمد الكبير الاكبر منه. خد بالك انت قلت لي إلدر ومن غير زان، انتبه لي دي كويس عشان انت هتلخبط فيهم وانت بتحل. طيب حاجه بعد كده كمان، كلمه ليت وعندك كلمه ليتر وعندك كلمه ليتر اللي هي كده تمام. ليت دي معناها متاخر، طب امال ليتر اللي اخرها 2 تي، ليتر دي معناها بعدين، لا سوري دي معناها الثاني من بين اتنين، هفهمك انا دلوقتي. طب ليتر دي معناها الخطاب، على سبيل المثال هي سنت مي ليتر، بعت لي خطاب. طب امال ليتر، اقول لك انت معاك موبايلين اتنين، اديني الموبايل اللي معاك، فرحت انت مديني ده، اقول لك نو جيف مي ذا ليتر، يعني اديني التاني. انت بتقرا في قصه من فصلين، فانت قرات الاولاني ما عجبكش، لكن ذا ليتر كان فظيع، الليتر يعني الثاني. طب ليت معناها متاخر، امال ليتر اللي فيها تي واحده، ليتر دي معناها بعدين، فيما بعد، سي يو ليتر، اشوفك بعدين. طيب سجل في اللي بعد كده، عندك كلمة فاردر اللي هي كده وكلمة فيردر اللي هي كده. فاردر دي بنستخدمها بمعنى أبعد مع المسافة بس، طب أمال فيردر دي معناها أبعد مع حاجتين، مع المسافة ومع المدى. على سبيل المثال أقول لك مثلا I respect يو، انا بحترمك نوت يو سي، يا ترى انا بحترمك ابعد مما ترى، هو الاحترام ده مسافه؟ لا، يبقى انا هكتب هنا فيرذر اللي باليو. طب البيت بيتنا ابعد من بيتكم، والله بيتنا ابعد من بيتكم، دي مسافه، ما دامها مسافه فانا اقول لك فاردر ماي هاوس، اكتبها كده ماي هاوس، بيتي از فاردر او فيرذر، سواء اللي بالاي او اللي باليو، زان يور اون هاوس، وتكمل الجمله عادي جدا ومفيش مشكله. احترس وانتبه وانت بتذاكر كده، انك لما تلاقي اوف اول، او تلاقي كلمه ايفر، او تلاقي وان اوف، او تلاقي ان ذا فاميلي، ان ذا تيم، اي حد من دول، الناس دول دايما معاهم تفضيل. على سبيل المثال ايه از ذا بيست اوف اول، ايه هي الافضل من بين الجميع، ذا تولست جيرل اي هاف ايفر سين، وهكذا، الناس دي معاها تفضيل. انتبه كمان للملحوظة دي، اعرف وانتبه ان لما نقول ذا بيست هناخد بعدها اسم، طب لو خدنا ذا موست هناخد بعدها دايما صفة. خد المثال، عمر از ذا بيست بوي، عمر هو افضل ولد، وممكن اقول لك عمر
is the most exciting أو interesting person in my team. خد بالك the most exciting, the most صفة. خد كمان الملحوظة دي, إن كلمة most, كلمة most لو جبنا بعدها صفة هي كده بتساوي كلمة very. بس انتبه, most هنا بدون ذا, مش معاها ذا. على سبيل المثال أقول لك you are most welcome, يعني أنا برحب بك جدا. you are most helpful, فكلمة most هنا بتساوي very, نفس المعنى. حتى اللي بعد كده كمان بقول لك احنا ممكن نجيب في آخر الجملة كلمة most أو the most, كلمة best أو the best. بس الناس دي كلها كده فين؟ كل ده كده في آخر الجملة, في آخر الجملة. خد بالك ومعناهم لأبعد مدى. على سبيل المثال لما أقول لواحد I love you most, أنا بحبك لأبعد مدى. I love you the, I love you the most, I love you best أو the best, كلهم بنفس المدلول ونفس المعنى. طيب عندك كمان يا بقى فندم الصفات اللي آخرها I N G, والناس دي برضو عليها أسئلة. بورينج وبورد. بورينج دي معناها ممل, طب بورد معناها زهقان. بيقول لك ان الصفه اللي اخر اي ان جي دي بتوصف ايش؟ بتوصف مصدر الصفه. طب اللي اخرها اي اي دي بتوصف من وقع عليه الشعور. طب تعال نشوفها, نجربها في حاجه تانية كده. انترستنج يعني شيق, او انترستد يعني مهتم. الاخر اي ان جي دي بتوصف مصدر الصفه, فالشيء ده او المصدر ده شيق, لكن الراجل وقع عليه الشعور فاصبح مهتم مثار كده يعني. احفظ طبعا بورينج وبورد, اكسايتنج واكسايتد, فرايتنينج وفرايتند, وهكذا. طب انت لما تيجي في جمله مثلا ذا دوج ووز نوت وي اول سكريم, احنا كلنا صرخنا, الكلب ده كان فرايتند ولا فرايتنينج؟ فرايتنينج يعني مخيف, طب فرايتند معناها خائف. هو الكلب كان ايه؟ الكلب كان ايه؟ احنا كلنا صرخنا, يبقى هو كان مخيف. فهو كده مصدر الصفة يعني مسبب الصفة. طيب انتبه كمان ان كلمة هاي دي بستخدمها على انها صفة وبستخدمها على انها ظرف, ده رقم واحد. رقم اتنين, هي كظرف معناها فوق مستوى الارض, طب كصفه بمعنى عالي عادي جدا. طب امال كلمه هايلي, هايلي دي مش صفه, لا هايلي دي ظرف. يبقى انت عندك اتنين ظرف, هاي معناها فوق مستوى الارض, وهايلي دي معناها فيري يعني جدا. اقول لك يو ار نوت ريسبكتد, انت محترم جدا, فهنا بقى هقول لك هايلي عشان عايز اقول لك جدا. طيب ذا بلين, الطياره, فلو نقط, الطائره حلقت اكيد عاليا اللي هي فوق مستوى الارض, فعشان كده هتروح قايل لي فلو هاي. طيب دي واحده اللي زيها بنفس المعامله دي وممكن تلخبطك, كلمه رونج. رونج دي بنستخدمها كصفه وبنستخدمها كظرف. طيب بس استخدمناها كظرف بشرط, ايه الشرط يا عم؟ انها تكون في اخر الجمله. طب لو احنا استخدمنا كلمة رونج لي كده هي ظرف, هاتها بقى مكان ما انت عايز مش هتختلف معانا. على سبيل المثال لما اقول لك I said your name, انا قلت اسمك ايه؟ بشكل خاطئ. يعني ممكن اقول لك رونج لي كده بشكل خاطئ, وما ان كلمة رونج تستخدم كظرف بس في اخر الجملة وانا عايز اخر الجملة, فانا ممكن اقول لك رونج. طيب حاجة تانية, you are not cold, انت نوديت بشكل خاطئ, فانا هستخدم هنا رونجلي بس. طب مش هينفع ناخد رونج في التانية دي؟ لا مش هينفع. طب ليه ما ينفعش ناخد رونج يا برنس؟ عشان احنا قلنا انها كظرف لازم مكانها اخر الجملة, وانت جايب لي النقط في النص, فده كده غلط. اخر حاجة عايز اقولها لك, الاسئلة اللي الراجل جايبها في الكتاب هنحلها مع بعض دلوقتي ما فيهاش من اللي انا قلته ده كتير, يعني الملاحظات اللي انا قلت لك دي مش موجودة كلها في الاسئلة. كل اللي هو مركز عليه الاتي, انك انت بتجيب الصفه وبعدين الاسم. يعني على سبيل المثال اقول لك مثلا ا جود بوي, يعني طالب او ولد جيد, خدنا الصفه وبعدين الاسم, ده رقم واحد.
رقم اتنين بقول لك ان انت ممكن تستخدم ظرف وبعدين تجيب بعد الظرف ده صفة. يعني ساعة ما تلمح صفة هنا خد لي ظرف قبلها، ساعة ما تلمح ظرف خد لي صفة بعده. على سبيل المثال اقول لك مثلا the house is well built، يعني مبني بشكل جيد. حاجة تانية عايز اقول لك منظم بشكل سيء، فراح انا قايل لك badly اللي هي ظرف اهو، وبعدين organized كل اللي الراجل بيحكي عنه هو ده الصفة والظرف. تعال نحل مع بعض كده ونشوف هو بيحكي عن ايه.